واليوم نجد أن هناك وحدة فلسطينية متجلية على أرض الصراع يشارك بها الجميع، وهذا تجسيد لثوابتنا ومنطلقات التي أعلناها دائما أن الوحدة الحقيقية هي الوحدة فوق أرض الصراع وفوق أرض المعركة. والآن هناك وحدة متجلية في التصدي للاحتلال، واللي عم بيقاتلوا اليوم بالمستوطنات كل الشعب الفلسطيني، كل فصائل الشعب الفلسطيني جنبا إلى جنب. إحنا أول من رفعنا شعار المقاومة المسلح، الكفاح المسلح الطريق الوحيد لتحرير فلسطين. نعم. وهذا اليوم اللي شفناه بغزة كمان مقاومة راقية أن تخطط وأن تنفذ بسرية كاملة وأن تقوم بهذا العمل البطولي على أرض فلسطين بمشاركة كل الفصائل الفلسطينية، والقسام والأقصى وسرايا القدس. موقفنا الثابت الذي يقول البنادق أدبياتنا، كل البنادق نحو العدو الصهيوني. اليوم بهذه المعركة جسدت هذه المقولة، البنادق كل البنادق نحو العدو الصهيوني.